استحضار رقابة الله حيثما حللت وارتحلت. فالأتقياء أيها الإخوة محسنون. الأتقياء يستحضرون دائما أن الله ينظر إليهم، أن الله مطلع عليهم، أن الله سبحانه لا تخفى عليه من حالك أخي خافيا. فإذا استحضر المؤمن هذا ارتفع حياته كلها ستتحول. فلذا اسمحوا لي أحبائي أن أشير إشارات في هذه الحلقة إلى ثمار الإيمان بالغيب في حياتنا، في يومنا وليلنا. فأقول أيها الأحبة إن أول ثمر للإيمان بالغيب في حياتك أخي المؤمن تحقيق درجة الإحسان. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان في الحديث الصحيح المعروف، حديث عمر أمير المؤمنين الذي يبدأ بقوله: بينما كان جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلى آخر الحديث. حديث عظيم من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبالله عليك إذا كان المؤمن يستشعر هذا المعنى من معاني التقوى هل سيغفر عن طاعة الله؟ لا يمكن. نهائيا نجح في حياته. لذا الحسن البصري رضي الله عنه قالوا له: ما سر زهدك في الدنيا؟ وهنا انتبه معي احبابي، يعني سالوه الرجل يرونه سعيدا جدا، وفعلا ليس هناك اسعد من المؤمن التقي السعاده الحقيقيه. ولست ارى السعاده جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فعلا يمكن ان تكسب الدنيا كلها وتشقى بها كلها. هذه معضله. قالوا له: يا حسن، ما سر زهدك في الدنيا؟ والحسن هذا رضي الله عنه كان في البصره من التابعين. لما سمعته ام المؤمنين عائشه اعجبت استغربت، قالت له: ان كلامه يشبه كلام الانبياء. الحسن بن يسار أبوه كان مولى من العوالي، عدد كبير من أهل العلم والفضل كان أباؤه موالي، ولكن الإسلام جعل منهم قادة، جعل منهم عمالقة. فقال له: يا حسن، ما سر زهدك في الدنيا؟ قال لهم أربعة أشياء. كم شيئا؟ أربعة أشياء. قال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. الدنيا كلها شقية بسبب الرزق، بسبب المال. هو لاحظ. قالوا له: هات يا رب. قال لهم: علمت أن عملي لا يأخذه لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. لأن الكثير من الحق يظنون أن الإيمان بالرزق قضاء وجيء يجعل الإنسان متكاسلا، لا بالعكس أبدا، العمل واجب. علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. هات الثالثة. قال لهم: علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني في معصية. لأنك أخي الحبيب أختي الكريمة إذا كنت في معصية فأنت أمام أمرين: إما أن تعتقد أن الله ينظر إليك فما أقل حياتك، لكن الشيطان يضحي أكثر من هذا، وإما أن تعتقد أن الله لا ينظر إليك فالإنسان كافر بهذا الاعتقاد. فإذا العاصي إما خليل الحياة من الله أو كافر من الله. هناك حالة ثالثة
الخير، الرزق، الحياة من الله، كذا. هذه هي التي أشغلت البشرية الآن، خصوصا في المجتمعات المادية. مجتمعنا المادي الذي نعيش فيه هنا، تلاحظون أيها الأحبة أن مشكلته الكبرى هي المادة وطغيان المادة، إلى درجة أصبح العلاقة بين الناس مبنية على المادة زيادة. هي مشكلة، بل أخطر، أصبحت العلاقة بين الرجل وزوجته مبنية على المادة، وهذه الكارثة. سأقف على بعض ما تيسر من الآثار إن شاء الله مرتبطة بهذا. فإذا قلنا أول أثر من آثار الإيمان بالغيب أن الإنسان يرقى إلى درجة الإحسان، فإذا ارتقى إلى درجة الإحسان أيها الأحبة كانت درجته في الآخرة مع أهل الإحسان. أذكر إخواني وأخواتي بالحديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو من الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين. تأملوا معي هؤلاء السبعة، عدد منهم القاسم المشترك بينهم هذه النقطة، إمام عالم. ما الذي يجعله عالما؟ خوفه من الله واستحضاره للآخرة، ليس هناك بشيء آخر. مسؤول ولكن يستحضر مقام ربه. أنا أقرأ في الحديث الصحيح إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل والله الله أمرا من أمور المسلمين فاحتاج دون حاجته يغلق الباب عليه. ماذا تريد؟ أريد السيد الرئيس. السيد الرئيس في اجتماع، هو مشغول بالهاتف ولا لا أدري ماذا يفعل، غلق الباب وأطلق المكيف. يقول صلى الله عليه وسلم: فاحتجب دونه احتجب الله منه يوم القيامة. خلاص، يوم القيامة. هذه معاني الإيمان بالغيب، إمام عالم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الإيمان بالغيب كل شيء يصبع إليه، كل شيء بإمكانه، كما حدث ليوسف. يوسف جميع مكونات الفاحشة موجودة، هو غلام داخل القصر، يدخل ويخرج في أي وقت، هو خادم سيدته، وسيدته هي الأولى جمالا ومنصبا ومالا، وهي التي دعته وتزينت له وغلقت الأبواب وغلقت كل شيء، وسيدها زوجها سيده في الصيد خالد وهو ضعيف غيره. والرجل كيف يكون ضعيف غيره؟ خلاص سأل. دليل على ذلك لما علم قال: لا استغفر ربك انك كنت من الخطا. وقال يوسف: اعرض عن هذا، ولم يقم الدنيا ولم يقعدها. هذا الشيء كله تهيأ ليوسف وغلقت الابواب وقالت هي كذلك. شيء واحد عصمه الله منه انه التقوى. قال: معاذ الله، معاذ الله. وفي القرطبي في التفسير قالت له: يا يوسف اعددت لك الفراش تعال ادخل فيه. قال لها: لا يسترني عن ربي، لا يسترني عن ربي. ايها الاخوه، المعصيه قبيحه، واخطر من المعصيه الاستعداد لها.